السلام عليكم. الاسم ديالي خديجة الرحموني، كمشغلة في مقبرة سيدنا بن عباس. الحمد لله على هاد الأمطار اللي تحت كاع المغرب، والحمد لله والشكر لله. يعني المقبرة هذه يعني شنو نقول لكم، سيدي بن عباس يعني ما بقاش فيها شي ضرر كثير بمقارنة مع مقابر أخرين، وخصوصا ديال الغفران. يعني حنا الحمد لله ما خليناش ديك التربات تنحرف على جثمان، والحمد لله ما وقع حتى شي اشكال، وقع عندنا وفروا لنا المسؤولين تحنا الوسائل باش نقادوا هذا الشيء هذا، وقمنا بالمجهودات كثيره حنا والطاقم المشغلين ديالنا ديك الامطار الغزيره. الناس تخيل لهم بان داك الشيء اللي وقع في كازا هو اللي وقع في سيدي بعباس. منين جاو الناس دخلوا لهنا تفاجؤوا بهذا الشيء هذا. قال لك هذا الشيء اللي شفنا كيقولوا سيدي بن عباس بان الاموات ديالها بان القبور ديالها مشاو وداك الشيء. منين جاو الناس راه تفاجؤوا بالصراحه، دخلوا الناس وتفاجؤوا. قال لك يعني ما كانش حتى شي خسائر زعما هنايا. المجهودات اللي قمنا بها احنا كنا يد في يد، يعني كل شيء حضر، وخا الشتا خباطه احنا خدامين واقفين يد في يد، قدرنا نتغلبوا على هاد السيلان اللي كان ديال الامطار باش ما تجرفش التربه وتهبط على القبوره. يعني كنا تنعرضوا الماء باش يهبط من طريق اخرى ما يهبطش على القبوره. هذه المجهودات اللي درنا، وكانوا عندنا الات، كان عندنا بالنسبه موتور ديال الماء تنخويو به، عيطنا على تراكس تتساعدنا. يعني كنا يد في يد، تجاهدنا ماشي انا بوحدي، يعني الطاقم التقني كامل كانوا معنا متجاهد. لا هذا الشيء ما كاينش عندنا هنا، هذاك الشيء صور زائفه، يعني ما كانش عندنا هذا الشيء، وراه كل شيء باين، كل شيء واضح راه. خويا شنقول لك، هذه كانت مكرفصه بزاف، ومن دخلوها شي مجموعه ديال الجمعيه يعني تحسنات بانها تحسنت مزيان. وشنقول لك، احسن مقبره هي هذه، وهي نقيه. الناس اللي فيها يعني جمعوا الناس اللي فيها زعما راه نقاوها اكثر من العاده، حيت هذه المقبره قديمه في جدودنا. انا جدي ميت هنايا صافي، من مات شي 40 عام دابا صافي، حيدوا المقبره ديالو. وواحد المقبره يعني هاد المقبره يعني شنقول لك، ما شاء الله عليها، للناس اللي داروا مشروع، للجمعيه ولا اي واحد دار هاد المقبره الله يجازيه بخير. يعني الماء مثلا كنا تنجيبوا الماء ولات سيتيرنا، فهمتيني، ولات سيتيرنا، يعني ما تنتعذبوش الحمد لله. هذا من فضل ربي. يعني كنا تنتعذبوا تنجيبوا الماء من ديورنا وهذا الشيء، هذا الشيء ما يعني تنجيبوا عاديين تنتراحموا. وشنو نقول لك، الله يرحم الوالدين اللي دار هاد المقبره، الله يرحم الوالدين اللي دار. حتى الناس اللي حاضرين المقبره يعني منظمينها بزاف، ما بحال دابا بغيتي تهز شي بوديزات تجي تعمرها تقول لك اختي انا نعمرها لك، تساعد لا مراه ولا راجل ولا شي يعني واقفين في هاد، حيت ما كانت خاليه، كانت ما فيها حتى شي حاجه، كانوا غير الشماكريه وهادي. والحمد لله ملي تدخلي بحال تدخلي الجنه، يعني حاضينها هم حاضينها بالماء، حاضينها بالنظافه. يعني هاد الناس حتى هما عندهم حتى هما مسؤولين بحالنا بحالهم، فهمتيني. يعني هاد الناس هادو اللي تيديروا ديال الشيء ديال النظافه ولا عيالات، انا حنا فرحنا من جاوا العيالات. انا فيما تنجيب على غفله تندخلوا تلقاو هادو هما الاولين تيعطونا الماء، سيتيرنات عامرين الحمد لله. واي واحد يعني ما كاينش ديك الفوضى اللي تيبان غير الفوضى، تيقولوا المزقع انا هادو ما تيقولوش بان الفوضى تكون في هاد المقبره. يعني شوف المقبره كي دايره، مقبره جنه يعني تدخلي ليها مرتاحه، فهمتيني، تدخلي ليها مرتاحه، ما تخافي من الشماكريه، ما تخافي حتى لو كنتي تخافي تيتبعوك من موراك، فهمتيني، تيتبعوك من موراك بانك يعني خايفه ولا فهمتيني. ما من نهار الاول هادشي ما كانش بزاف. شوف شوف الطريق يعني باقي غادي تحسن احسن من هادشي. راه خصها تعتني بها كما كنعتني بالبيوت ديالنا، ما خليوش يعني ديك كما كنشوفوا ديك الازبال فيها وداك الشيء. الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هذه الجمعيه هذه اللي كانت قيمه على هذه المقبره هذه، وكنشوفوا يعني الاثار الايجابيه ديالها، وحتى الاثار الطيب اللي كتخلي على النفوس ديال الزوار هنايا في ديال الساكنه ديال مدينه ساله. يعني كيكونوا يكفي ان ديك كتجي ديك الالم ديال الفقدان ديال واحد العزيز،
ولكن اللي كيخفف عليك شويه هو بحال هكا كتشوف هاد النقص سبحان الله العظيم وهاد الطهاره وهاد الشيء، وهذا دليل على العقليه يعني كنقولوا النقيه ديال المغاربه وديال الناس القيمين على هاد الجماعه، وكما تقولوا الجماعه المحليه او السلطات المحليه مشكورين من هاد المقام هذا، كنشكرهم كاملين. الحمد لله حتى حنا كنا تخلعنا، شفنا بعض القبور يعني معدوده اللي كان فيها واحد الضرر بسيط، راه الحمد لله هي في الاطار ديال سميتو ديالها الاعاده ديال الصيانه ديالها، يعني ماشي بالدرجه ديال ديك الناس اللي ربقى فينا الحال حتى حنا من جهتهم. وتنتمنى كما على غرار هذه المقبره دي يكونوا المقابر الاخرى لا في كازا ولا في غيرها، و يعني كما تنقولوا المغاربه سبحان الله العظيم ما بعدش على الدين ديالهم، رغم الحضاره رغم التقدم رغم كما تنقولوا ديما متشبتين بالتقاليد ديالهم وبالدين ديالهم كيف ما كان، يعني اصاله ومعاصره كما تنقولوا هكا. وتحيه لكم وتحيه لسيدنا الله يجازيه بخير على سميتو كيقوم بها يعني الشعب ديالو والوطن ديالو وعلى الوطنيه ديالو، وشكرا لكم مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.